معنا على التليفون الأستاذ هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. مساء الخير أستاذ هاني. مساء الخير يا فندم. كيف تقيم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الأفريقية؟ الكلمة كانت مهمة لأن هذه أول حضور للرئيس المصري بعد رفع عملية التجميد، حملت عدة رسائل، وجه كلمة عتاب في مضمونها تقول بأن مصر حريصة على علاقتها بإفريقيا وكانت تأمل أن تلقى الدعم والمناصرة حينما هب شعبها لتحديد أو لتجديد مساره وتصحيح ثورته. الرسالة الثانية أن الجهود المصرية وإن كانت لم تنقطع إلا أنها سوف تشهد بداية جديدة وصفحة جديدة مع القارة، حيث أن من المعروف أن مصر تغيرت طوال العقود الماضية وإفريقيا أيضا تغيرت، الأمر الذي يتطلب آليات ورؤى جديدة ومختلفة للتعامل مع القارة. تمام. طيب، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا اللي أعلن عن إنشائها الرئيس السيسي أمام هذه القمة هي وريث للصندوق المصري للتنمية في أفريقيا اللي كان زمان؟ هي لن تكون وريثا كما أعلن، ولكن ستكون بالتوازي مع الصندوق الفني. الصندوق الفني يقوم بتمويل إرسال خبراء ومتخصصين للعديد من الدول الإفريقية على نفقة مصر. أما هذه الوكالة فسوف تقوم بتدريب الكوادر الإفريقية لكي يعودوا للعمل في بلدانهم، وهذه الوكالة ستكون واحدة من أدوات العمل المصري في المرحلة المقبلة. وكانت فكرتها وقد نشأت بعد أزمة اتفاقية عن تيبي بتخصيص حوالي 100 مليون دولار على 3 سنوات لدعم دول حوض النيل، ولكن تم تطوير الأمر إلى هذا المسمى الذي تفضلت بالإشارة إليه. واضح أستاذ هاني أن مصر لم تكتفي بمجرد العودة للاتحاد بعد تجميد نشاطها لمدة سنة، ولكن أيضا تريد أن تبادر، تريد أن تتحرك إلى الأمام، تريد ربما أن تعوض ما فاتها من علاقات يعني قوية مع الدول الأفريقية في السنوات الماضية. نعم، هذا أمر ضروري بل هو حتمي، لأن العودة للاتحاد الإفريقي ليست كافية، بل ضرورة تدشين وبدء سياسة جديدة يتم فيها تحديد الأولويات ودوائر الحركة وأولويات العمل أيضا داخل هذه الدوائر. وكما نعرف جميعا فمصر تواجه تهديدات كثيرة، على رأسها أزمة سد النهضة التي تمس الشريان الأساسي للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تهديدات أخرى من دول الجوار. لذلك تجميد عضوية مصر في بعد 30 يونيو كان أمرا سلبيا نعم، ولكنه أيضا حمل في طياته مسألة إيجابية، وهي إدراك الشعب المصري بشكل عميق لأهمية التواصل مع القارة الإفريقية، وأن الغياب أو الجمود في هذه العلاقة في الفترة الماضية ندفع ثمنه الآن في أزمة سد النهضة وفي غيرها من الأزمات. طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية.